السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة جدا تطبيق معايير السلامة من خلال البيم. معايير السلامة مهمة جدا لأن دي أرواح بني آدمين، فلازم نهتم بيها. والحوادث اللي بتحصل ساعات بتبقى حاجات كارثية وساعات بتبقى حالات وفاة. من أكبر الكوارث اللي حصلت سقوط الرافعة في الحرم المكي، توفى بسببها 108 حاج وإصابة 238 آخر. نسأل الله أن يرحمهم ونسأل الله أن هو يعني ما تكررش تاني. ووفاة 27 شخص خلال بناء جسر بروكلين. وفي فنلندا واحدة من كل 4 حوادث مهنية قاتلة في مجال البناء. نخلي الإحصائيات على مستوى الشرق الأوسط، كان في نسبة 38% من وفيات البناء في دبي بسبب عدم كفاءة الإشراف، ونسبة 25% بسبب نقص التدريب. وفي السعودية كانت نسبة الإصابة 48% من صناعة البناء والتشييد عام 2011. وفي الكويت كانت نسبة الإصابة نتيجة السقوط من ارتفاع عالي 63% واتنين من عشرة سنة 2007. كل ده بالإضافة لنسبة الإصابات المتكررة، مثل نسبة 3% من العاملين في قطاع البناء عندهم أمراض بسبب العمل. نسبة السقوط من مكان عالي في موقع البناء بتصل ل 36.5%. وفي إحدى المواقع اللي أنا كنت شغال فيها مهندس وقع من فتحة من فتحات وتسبب في وفاته. نسبة الإصابة نتيجة مناولة الأشياء، إن واحد بيناول الحاجة فخبطت معاه أو فعملت مشاكل، 12.6%. نسبة الإصابة من الكهرباء واللحام 8.6%. لذلك الموضوع مهم جدا، لازم نحرص إن احنا نعمل خطة تقلل الحوادث أو تنهيها تماما، لأن في نسبة كبيرة جدا لا يستهان بيها. فعشان كده لازم نستعين بموضوع البيم. من التجارب اللي ممكن نتكلم عنها، في مدينة نيويورك عام 2012، دي أول بلدية في الولايات المتحدة بتوافق على برنامج خطط سلامة الموقع ثلاثية الأبعاد. هنستخدم يعني برامج البيم عشان نخلي صناعة البناء والتشييد تعمل خطط سلامة للعاملين بالموقع من خلال البرنامج دوت. اللي عملوه بيعملوا جولة فعالية في الموقع وتشوف البناء وتصور التعقيدات المباني والتحديات، وبتحط حلول للمشاكل اللي ممكن تسبب في مشاكل في وفاة او في حاجة زي كده. فلازم عندي سيفتي مانجمنت للموضوع. بنستخدم موديل بيم ان انا اشوف الاماكن اللي فيها مشكلة وابدأ احلها. يعني ممكن مثلا نتخيل ان في شخص معين بيمشي في المنطقة، طب سقط من الحتة دي، احنا عملنا تجربة من خلال البيم، فلو وقع 100 مرة مفيش مشكلة، كأنك بتلعب ميدل فونر او اي لعبة من الالعاب ديت. فبتعرف فين المشاكل وتبدأ تحط صورة على الأماكن اللي فيها مشكلة بحيث نقلل المشاكل. من ضمن الحاجات اللي ممكن تقلل موضوع المشاكل إن احنا نعمل بري فابريكيشن أو نعمل تصنيع لأجزاء المبنى في المصنع، لأن في المصنع بتبقى متحكم في البيئة أكتر من الموقع. الموقع ممكن يكون كل شوية بتغير وكل شوية بتبقى حاجة جديدة، ممكن ميكونش فيه خطط. انما المصنع خلاص حددت دي هتعمل فين ودي هتعمل فين، وبعد كده بتاخد الحاجات في العربية وتروح مركب في قلب الموقع. تكنولوجيا البيم بتمكننا من ان احنا نعمل اجهزة بدقة عالية ونطبعها بطباعة ثلاثية الابعاد، بحيث في الموقع نركب بس كأننا عندنا بازل. وفي بعض المواقع مستحيل كان يتعمل فيها شغل البري فابريكيشن الا من خلال البيم، لان هو محتاج قدرة عالية أو في أجزاء كتيرة جدا أو معمولة بحيث إن في 500 جزء وكل جزء ما فيش منه حاجة متكررة. فعملية البري فابريكيشن قضت على عشرات الآلاف من الرحلات على السلم، طالع نازل طالع نازل، وآلاف الساعات المرهقة. خلاص بقى كل الموضوع بيحصل في قلب المصنع بانضباط وترتيب، وبعد كده بيتركب هناك. فالمخاطر قلت نتيجة ان احنا اكتشفنا التعرضات اثناء التنفيذ، فضلا عن تنفيذ السلامة اثناء الموقع. تحليل مخاطر السلامة بنقدر من خلال البيم ان احنا نعرف فين الفتحات بتاعت الاراضي والسقف، وفين اماكن تخزين المواد وقريبة من سنابير من الحنفيات بتاعت الحريق والهياكل المجاورة. يعني ممكن نقول مثلا لو في عنصرين مش خابطين في بعض، بس العنصرين دول غلط وبينهم مسافة اقل من متر، وجد لي المكان ده عشان نبدأ نشوفه. تمام. ونقدر نعمل جداول والمساحات والميول اللي فيها وتحديد نوع الخطر ونسبة الوقوع ونلونها بلون معين لو في مشكلة. كل الحاجات دي نقدر من خلال البيم ان احنا نعملها.
ونقدر ننسق احكام السلامه، ونقدر نعمل محاكاه ونشوف المشاكل، ومثلا مسارات الهروب لو اكبر من حاجه معينه او في مسافه غير كافيه نبدا نشوفها، ونقدر نحدد الاماكن اللي نعمل عليها حمايات او محتاجه ان احنا نصورها، وايه الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها. فاي مشكله او اي حاجه زي مثلا خطر ان واحد يقع من حاجه عاليه، اول حاجه هنعرفها ونعرف الاماكن بالظبط. مجرد ان احنا عرفناها كده احنا وصلنا لثلث الطريق، نقدر نشوف المتطلبات ايه اللي احنا محتاجينه عشان نبدا نعمل الموضوع دوت، ونبدا نعمل نظام منع ونظام استباقي. ما نستناش لما تحصل الكارثه وبعد كده نقول ده في كارثه، لا، قبلها بفتره نعرف ايه الكارثه ونبدا نحل فيها. نبدا نعمل محاكاه، مثلا لو الكرين وقع هنحلها ازاي، طب هتقع فين، طب دراسه المنطقه ازاي نتجنب المشكله. يعني اكيد لما بتحصل مشكله بنبدا بقى نشوف المشاكل، لا احنا عايزين نعمل المشكله دي على الموديل، بحيث لو حصل يعني في داهيه في 60 داهيه انت بتعمل حاجه على الكمبيوتر، مش بنتكلم على روح ناس. في تقنيه اسمها اي بيكون، بتبقى في قلب الموبايلات، يعني مفيش عامل مفيش حد معهوش موبايل، فبنستخدم البلوتوث ان هو يعرفني المكان فين، هو موجود في اي حته، وفي مثلا سنسور او حساسات موجوده في اكتر مكان، بحيث نعرف كل واحد فين، لو في حد بعيد عن حاجه معينه او حد راح في حته غلط، او نبدا نقول له لا انت بتقرب من حته كهرباء، او خلي بالك من المكان الفلاني، او انت بتفتح حاجه غلط. فنقدر نتحكم في كل الحاجات ديت من خلال البيم، والبيم الموديل بنبدا نستخدمه في الفاسيلتي اوبريشن مينتيننس، بحيث ان احنا نعمل خطط للمحاكاة النموذجية، بحيث ان احنا نسهل الشغل ونتأكد ان مفيش اي مشاكل خالص. نقدر نحط مثلا تخيل للشدادات هتحصل ازاي. الموضوع مهم جدا، نتمنى ان اي حد يشارك ويحاول يشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نحلها، على اساس ان دي ارواح ناس نحاول نقللها. وربنا بيقول في سورة المائدة آية 32: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.